مجلس اداره النادي الاسماعيلي النهارده كرم الكابتن حمزه الجمل وجهازه المعاون بسبب النتائج المميزه اللي عملها كابتن حمزه الجمل مع نادي الاسماعيلي خلال الفترات اللي فاتت طبعا. ولكن كابتن حمزه ده طبعا المهندس يحيى كومي والمهندس خالد زين نائب رئيس النادي وكابتن حسني عبد ربه مدير الكوره مع كابتن حمزه الجمل بيكرموه وبيكرم الجهاز كله طبعا على النتائج المميزه وكابتن احمد اناوي وكل الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. لكن انا زعلان ان كابتن حمزه الجمل يعني مش هيكون مكمل في الموسم القادم مع النادي الاسماعيلي، ولغايه دلوقتي الاسباب غامضه، لكن انا هعرف لكم الاسباب وهقول لكم خلال الايام القادمه ان شاء الله. الاسماعيلي انهى استعداده لمباراه بكره امام طلائع الجيش، واللي هيدير المباراه من النواحي الفنيه كابتن خالد القماش. ميكالي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي النهارده ظهر نادي فاركو، ظهر تدريب نادي فاركو. شايفين الفترة اللي فاتت سواء ميكالي أو فيتوريا مدرب المنتخب الأول بيزوروا الأندية وبيتعرفوا على المدربين ويشوفوا كده العناصر المميزة في كل الأندية عشان ينضموا لمنتخب مصر والمنتخب الأولمبي. دي برضو كان كابتن شوقي غريب مدير الفني نادي المقاولين العرب في معسكره في برج العرب، برضو ميكالي راح زار نادي المقاولين في معسكره في برج العرب، إن المقاولين هيلعب بكرة مع المصري في برج العرب، وكان راح زار فاركو برضو النهاردة اللي هو ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي اللي قاعد جاب كابتن شوقي معاهم. طبعا كابتن عامر حسين عضو رابطه الانديه المحترفه وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات. بيراميدز برضو بيعلن قائمته لمباراه بكره امام الجونه، برضو مجموعه من اللاعبين الصغيرين في السن مع اللاعبين الكبار. هما النادي بيراميدز حاطط 16 لعيب فقط في المباراه، 11 اللي هيلعبوا وخمسه احتياط، خمسة احتياطي اللي هم ممكن ينزلوا، يوسف نادر وعبد الرحمن ايمن وعلي جبر وعبد الرحمن سيد ومحمد حمدي وحسين السيد واحمد توفيق وعبد الله مجدي وبلاتي توري واسلام عيسى واحمد فوزي وليد الكارتي محمود صابر محمد صادق فخري لقاي وفخر الدين بن يوسف. في مشكله بالنسبه لنادي فاركو، فاركو كان الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه الدوليه كانت قررت ايقاف فاركو من القيد لفترتين، إن كان في مشكلة على سيف تيري اللاعب السوداني اللي انتقل لنادي فاركو. فاركو كان قدم طعن في المحكمة الرياضية الدولية، ولكن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الطعن بتاع فاركو، وبالتالي فاركو هيعاني الفترة القادمة، مش هيعرف يتعاقد مع لاعبين جداد لمدة فترتين. مشكلة كبيرة جدا، وتم إيقاف سيف تيري لمدة 4 شهور المهاجم السوداني في نادي فاركو. نروح بقى للكابتن حسام البدري، رخصة التدريب تمنع حسام البدري من التواجد مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري. النهارده كان في مباراة لوفاق سطيف في الدوري الجزائري، لكن كابتن حسام لسه ما خدش الرخصة اللي المفروض الاتحاد الجزائري بيطلعها عشان يقدر كابتن حسام يدرب في الجزائر، فما عادش على الدكة النهارده. كابتن حسام أدار المباراة من المدرجات، ويعني خلال الفترة هيطلع له الرخصة إن شاء الله. المباراة دي كانت يوم السبت اللي فات، وقالوا ان يعني ان شاء الله الرخصة خلال الفترة القادمة هتطلع، وهيكون ان شاء الله كابتن حسام البدري متواجد على دكة البدلاء. طيب خلينا نطلع فاصل ونستقبل كابتن احمد كشري بقى، نشوف رأيه السنة دي في الدوري المصري ورأيه في اللاعبين في الدوري المصري. انتوا عارفين كابتن كشري كان مهاجم مميز جدا، نشوف رأيه في المهاجمين وحاجات كتير هنسأل فيها كابتن احمد كشري.